الراديو 90 90 هواها مصري. روح بقى للابديت الجديد، عايزين نتكلم عن فيلم 3 شهور. لا، فيلم 3 شهور توقف. توقف كنت لسه حاسس. توقف لظروف انتاجيه، واحنا سافرنا فعلا وكنا صورنا هنا منه جزء. ولما رحنا هناك اللي انا اعرفه يعني هقوله لك، ان الشركه الامريكاني علت البادجت بعد ما انا وصلت انا والكرو المصري، وحصل خلاف في موضوع البادجت ده ورجعنا. طب هل هترجعوا تكملوا تصوير قريب؟ لا ما اعتقدش يعني نقدر نقول الفيلم توقف. طيب دي حاجه الناس كانت مستنينه، لو في ذلك حكم زي ما بيقولوا. لما انت قريت السكريبت بتاعه ايه اللي شدك ليه؟ حدوته جديده، فيها انسانيات، حته الحلم الامريكي المزيف اللي عند الناس كلها ده كنا برضو بنلقي عليه الضوء يعني، وما حصلش نصيب يعني، الحمد لله. طيب مش عارف الخير فين. مشروع تاني برضو متوقف هو ترانيم ابليس. ترانيم ابليس توقف علشان التصريحات اتاخرت، تصريحات من الجهات المعنيه اتاخرت، وبالتالي انا كان لازم اخش مسلسل ومصطفى لازم يخش المسلسل، فاعتقد انه هيبقى خطوه مؤجله الحين ان ننتهي من المسلسل ان شاء الله. منى زكي فعلا اعتذرت عن الفيلم؟ لا موجوده في الفيلم. مع ان في اخبار كتير ان انتوا بتدوروا عن بديله. لا موجوده، بس هو الفيلم نفسه فريزد يعني لغايه ما نخلص الشغل اللي عندنا. وانت بقى داخل الافلام دي عندك زي هدف كده ان انت تحطم الرقم بتاع هروب اضطراري؟ خالص، انا اهدافي كلها ان الناس تتبسط وان الفيلم ينجح عشان يبقى في عندنا منتج بيكسب فيتحمس انه ينتج تاني، ونحقق الغرض او الحد الادنى من الصناعه اللي احنا بنعملها اللي هو التسليه والمتعه للمتفرج.